المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون خلال جولته لبعض الدول الإفريقية هي تشاد. فقد حطت الطائرة التي تقل كبير الدبلوماسية الأمريكي بمطار العاصمة التشادية إنجامينا، وكان في استقباله وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين بحضور مستشار رئيس الجمهورية وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بتشاد. الوزير الأمريكي جاء إلى تشاد وهي ضمن العواصم المهمة خلال الجولة، حاملا معه ملفات عديدة أبرزها التعاون الأمني بين البلدين ومحاربة الإرهاب وتحريك ملف القرار الأمريكي الأخير القاضي بمعني المواطنين التشاديين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقضايا سياسية واقتصادية عديدة خاصة العلاقات الثنائية بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وأخرى متعلقة بمنطقة أفريقيا المركزية وحوض بحيرة تشاد والساحل الأفريقي. ومن المنتظر أن يتشرف تيليرسون بلقاء رئيس الجمهورية إدريس ديب إيتنو بالقصر الرئاسي. تتقدم العلاقات التشادية الأمريكية قدما نحو الأمام بخطوات حثيثة وجادة ومتميزة، هذا ما دلت عليه الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون إلى البلاد في صبيحة 12 من مارس الجاري. وفور وصوله إلى أرض الوطن حيث استقبله رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو، واستغرق اللقاء عدة ساعات بهدف التباحث حول المسائل التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية للبلدين وتعزيز سبل التعاون في المجالات التجارية وتهيئة الاستثمارات ومكافحة الإرهاب والطاقة. كما رحب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو بهذه الزيارة والتي مدح من خلالها وزير الخارجية الأمريكي بالتدخل الإنساني الأمريكي عبر منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين في جنوب السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد ضمن مساعدة اللاجئين المتواجدين بإقليم البحيرة، مؤكدا بأن البلاد تستقبل حتى الآن أكثر من 750 ألف لاجئ في أراضيها. وفور خروجهما من المقابلة فقد أوضح وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف أن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد وتقوية العلاقات الثنائية للبلدين والاستفادة من التبادل المشترك للمنافع لصالح البلدين والشعبين. وفيما يتعلق بإدراج تشاد ضمن القائمة السوداء وحظر مواطنيها من الدخول إلى الأراضي الأمريكية، أشار وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي محمد زين شريف إلى أنهما سيعملان ما بوسعهما من خلال المحادثات الجارية بإمكان التوصل إلى إنهاء ورفع الحظر أمام مواطني البلاد إلى الدخول إلى الأراضي الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل. ونذكر بأن وزير الخارجية الأمريكي سيواصل جولاته الأفريقية والتي بدأها بالبلاد وهي بمثابة النقطة الأولى من زيارته إلى أفريقيا، وأنه سيواصل زياراته إلى كل من نيجيريا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي.